ها عجبكم الخطاب بتاعي؟ كان ملهم؟ ملهم؟ اللهم صل على النبي، ده كان ملهم إلهام شديد لدرجة إنه ألهمني أنا شخصياً، ولسه ما هينزل على الصفحة هيعمل مشاهدة بالآلاف. أنت فاكر كنت أعمل كده قبل ما أقول الخطاب؟ عشان الريت يعلى يعني. اطمن سعادتك، الخطاب كان قوي جداً واللهجة فيه كانت شديدة. صح فورتيكا، صحيح أنا عاوز دكتور تخسيس يكون نظيف. أعرف سيادتك، بس أنا مش متأكدة من موضوع نظيف ده. لطيفة جدا. وهتحتاجه ليه سيادتك؟ أنا أعرف واحد بيخسس كيلو في الأسبوع. كيلو في الأسبوع؟ أيوه. وأنا عشان أخس كيلو في الأسبوع محتاج دكتور؟ أنا لو صيبت عليك كلب بلدي لمدة تلت ساعة تنزل 2 كيلو. والله فكرة كويسة جدا. إحنا لو سيبنا 20 كلب على الشعب وجري وراهم مش هيحتاجوا يخشوا مسابقة وهيخسوا. أنت هتشتغل لي يا سامي ولا إيه؟ هخليك تجري زيهم والله، بتكلم على الكلاب، ها؟ إيه ده؟ طب أنا محتاج دكتور ريجيم ليه صحيح؟ ما تقولي وزير الصحة. موضوع الرئاسة ده لطيف قوي، هتقولي وزير الصحة. أنا حر، رئيس عايز وزير الصحة، أنا ممكن أطلب وزير التعليم دلوقتي أقول له أنا عايز أخس، أنا حر، مزاجي. يلا أنتوا واقفين؟ عايز وزير الصحة؟ حاضر حاضر يلا. هو أنا مش طلبت وزير الصحة؟ ولا إحنا ما عندناش أصلاً وزير صحة؟ على وصول سيادتك، على وصول. على وصول يعني إيه؟ لما يتأخر عليا ده إيه؟ هيوحشنا مش كده؟ ما تعصبش نفسك سيادتك، ده مش كويس علشان صحتك. لا ده مش كويس عشان مستقبلي، كنت صادقه. فين وزير الصحه؟ انا اسف جدا للتاخير، بس والله مش انا السبب، المواصلات سيادتك هي السبب. يا حاج انت بتعتذر ليه انت؟ انا عايز وزير الصحه. ده مين ده؟ وزير الصحه. انا فاكر السفراجي. انت وزير الصحه؟ ايوه فهمت. اللي اخرك؟ انا رحت البيت الابيض، قالوا سيادتك رحت الكونجرس، رحت لك الكونجرس، قالوا سيادتك جيت على هنا، اضطريت اجي على هنا عشان الاقي سيادتك. اه فقالوا لك ان انا في وزاره الدفاع. ايه ده بجد سيادتك؟ طب الحق بقى سيادتك في وزاره الدفاع. استنى حاج، ده ايه ده جاي موتني ولا ايه؟ انت متاكد انك وزير اصلا؟ ايوه فن، حتى جاوبت عينه اهو. سيادتك اتفضل اقرا حضرتك بنفسك. طبعا ماشي بجواب التعيين عشان محدش هيصدقك طبعا انك وزير اصلا. بقول لك ايه، عايز نظام تخسيس يخسسني من غير ما احس، اخس من غير ما اجوع، اريح من غير ما اتحرك، تفهمني من غير ما اقول. فعلا اصاب من استشار. ايه ده؟ انا سيادتك مخترع نظام عبقري ما يخرش الميه، ديو تكس. سيادتك تاكل خيار طوال ال 24 ساعه. ثواني، هاتولي حد يعالج وزير الصحة.